السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في هذه التغطية الخاصة من قناة التناصح الفضائية حول مستجدات الوضع الميداني والسياسي، كذلك ومتابعة آخر أخبار العمليات العسكرية جنوب العاصمة طرابلس. وأرحب بضيوفي هنا في الاستوديو، السيد محمد النعاس وهو الخبير العسكري والاستراتيجي والمحلل السياسي، وضيفي عبر سكايب من اسطنبول السيد عصام الزبير الصحفي والإعلامي، وكذلك من استوديوهاتنا في مصراتة المحلل السياسي السيد مروان الدرقاش. أهلا بكم ضيوفي الكرام، وبداية مع السيد محمد النعاس هنا في الاستوديو. بداية لو بدأنا بالموقف العسكري على الأرض سيد محمد، تقييمك للأوضاع العسكرية، ما الموقف العسكري العام لهذه لليوم وهذه الأيام؟ يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أترحم على الشهداء الأبرار الذين ما زلنا نودع كوكبة بعد كوكبة منهم، قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن الجريح والدفاع عن الدين والعرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم في الشهداء، وأن يكتب على من هم على أيدي من هم على قيد الحياة النصر المؤزر. الموقف العسكري العام نستطيع أن نقول أنه يراوح مكانه. الهدف الاستراتيجي الأول الذي خطط له القوات المدافعة عن طرابلس تحقق، وهو إيقاف تقدم العدو، وهذا عمل كبير جدا جدا الحقيقة. يعني فنلاحظ أنه على مدى 45 يوم الماضية لم يستطيع التقدم في الجبهة إطلاقا، ولم يستطيع اختراق أي محور على الإطلاق، بل إن القوات المدافعة على طرابلس هي التي تبادر أحيانا بالهجوم، لكنها لم تشن هجوما واسعا يطرد العدو من أماكنه، فهو ما زال يتركز في منطقة بصورة رئيسية، يعني هي منطقة قصر بن غشير، وكدس فيها الكثير من الأسلحة، وهناك قوات خطيرة جدا خصوصا التي يقودها اللواء الإسمادي الموالي لحفتر، والذي يعتبره حفتر هو آمر المنطقة العسكرية الغربية. كذلك تتركز قواتهم في وادي الربيع، وتتسرب بعض الأحيان إلى عنزارة، وتسببت في دمار هائل هناك، لكن لم نسجل للعدو أي انتصارات تكتيكية أو أي سيطرة على أي شبر بالأرض لهذه اللحظة. إذن المرحلة الأولى نجحت فيها قواتنا المدافعة العاصمة، وضعها جيد جدا، ولكن طبعا المعركة بتاع يوم السبت الماضي كانت معركة كبيرة جدا جدا، والحقيقة خسائرنا كانت فيها بالعشرات، ولكن العدو تأخر فيها إلى أمد بعيد. النقطة الإيجابية في الموقف العسكري الآن هو استخدام قوات المدافع عن العاصمة الأسلحة الثقيلة، وأنا شخصيا أرحب بهذا كثيرا وأؤيده، لأن استخدام الأسلحة الثقيلة يوفر الخسائر في الأرواح، وكذلك يوفر الخسائر في الذخائر الخفيفة والمتوسطة التي تستهلك بكثرة في القتال. فنجحت قوات المدافع عن العاصمة الآن في شل أركان العدو وضرب مواقعه الاستراتيجية وتكديس وأماكن تكديس ذخائره وتجمع أفراده إلى حد كبير، وهذه ظاهرة نثني عليها كثيرا، ونأمل أن تستمر، وننصح بعدم التسرع في شن المعركة الحاسمة، لأن كل ما طال الزمن في صالحنا وليس في صالح العدو. لأن نحن خطوط إمدادنا مضمونة إن شاء الله، جبهتنا متماسكة، لكن العدو يعاني في معاناة كبيرة جدا. طيب، ومسألة أيضا الأسلحة الثقيلة واستعمالها، يعني تحدثت أنها يعني تساهم في حفظ الأرواح، ولكن البعض ربما يقول بأن إذا استعملتها قوات الجيش ستسبب في دمار واسع، ستسبب ربما في استهداف عشوائي لبعض المدنيين، هل من توضيح لهذه النقطة؟ وهل هناك دقة ربما في الاستهداف؟ هل من الممكن أن تكون هناك دقة في استخدام الأسلحة الثقيلة؟ هناك دقة كبيرة جدا للأسلحة الثقيلة، سواء كانت دبابات، دبابة هي عبارة عن مدفع متحرك يعني. وكذلك المدافع المتحركة الأخرى زي اللي هو المدفع الذاتي الحركة اللي هو 155 ملم، هذا أكبر مدفع ميداني، وكذلك المدفعية المجرورة،
هذه كلها الضباط اللي يشتغلوا عليها والمشغلون هم يستخدمون حساب المثلثات ويرصدون تأتيهم الإحداثيات ووفق الإحداثيات هو يضرب. فنسبة الخطأ موجودة مش موجودة ولكنها قليلة، لكن عدو يهاجمك لابد أن تهاجمه. نعم هذا أحيانا تحدث أخطاء لكن غير مقصودة يعني. نعم، حول هذه المسألة الموقف العسكري على الأرض، هناك أيضا اليوم تابعنا في الأخبار زيارة لمبعوث الأمم غسان سلامة لبعض المواقع التي فيها نازحين وطالب بهدنة إنسانية ووقف إطلاق نار. وهنا أسأل ضيفي من إسطنبول سيد عصام الزبير، كيف تعلق على هذه التصريحات اللي أطلقها غسان سلامة يطالب الرجل بهدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار؟ قال بأنها لتحسين الأوضاع، أوضاع النازحين وإخراج العالقين في مناطق الاشتباكات. أولا أحييك وأحيي ضيوفك الكرام أستاذ محمد النعاس العزيز علينا وكذلك أستاذ مروان الدرقاش الرفيق والزميل. وأبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حقيقة أنا أتمنى من الليبيين ألا يعولوا على هذا المبعوث الأممي، لأنه لم يظهر أي بادرة إنسانية أو وجه إنساني. هو قبل يومين كان هناك قصف لمنشآت عامة وكذلك لبعض الأحياء السكنية في منطقة الهضبة لم يتحدث، وأيضا لمطار عتيقة لم يتحدث ولم يقلق حتى القلق، أيضا لمنتزه في جدة ورأينا حتى بعض الأحصنة معناها متأثرة بالدماء ومتأثرة حتى بعض منها قتل، لم يأتي حتى باتجاهها ببيان أو يذكر ذلك. واليوم يتكلم لعله ذهب إلى هذه الأماكن لكي يضفي نوعا من الشيء على أنه يتعامل مع هذه الأمور بإنسانية. حقيقة لا أقدر أقول أنه يتعامل بإنسانية، لو كان يتعامل بإنسانية أنا رأيت السيد سمير شقوارة ماذا تحدث له، قال له يوم أمس الرضيع الذي لم يكتمل السادسة أشهر ستة أشهر قتل جراء قصف على أحد البوابات التي هي كان يعني طائران المجرم حفتر يمر فوقها، وكان معه أخوه الذي تأثر وأبوه وأيضا أبوه وأمه، ولذلك لم يأتي حتى ببادرة إنسانية عليها. لكن هذه دموع التماسيح عندما يأتي إلى هذه الأماكن يضفي عليها نوعا من الشيء الإنساني. طيب هو سيد عصام، هناك من يقول، ولكن سيد عصام يعني هناك من يقول بأن دعوة المبعوث الأممي الآن للهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار هي جاءت لأجل إنقاذ هؤلاء اللي حضرتك تكلمت عليهم، الطفل الرضيع وأبوه وعائلته وغيره من العوائل اللي تم استهدافها جراء الاشتباكات. هذا طرف يدافع عن غسان سلامة يقول لك الرجل يطالب بهدنة إنسانية من أجل ذلك. هو حقيقة يجب أن لا يطالب بهدنة إنسانية، يجب أن يطالب بتطبيق قرارات الأمم المتحدة 1970 وغيرها التي تدعو إلى حماية المدنيين، هذا الذي يجب أن يطالب به، وهذا الذي يجب أن نطالب نحن به سلامة. لأن عندما نتحدث يقولوا لنا أن ليبيا تحت البند السابع، ما هو البند السابع إذا كانت الأمم المتحدة لا تطبقه على حياة الليبيين وعلى وضع الليبيين وعلى حماية المدنيين؟ هذه قوات ليست معترف بها حتى دولية، إذا كانت اعتبرناها جيش ليست معترف تحت أي بند، لا تدفع المجلس الرئاسي للحكومة، والمجلس الرئاسي للحكومة هو الحكومة التي تعتبر معترف بها دولية حتى وإن اختلفنا عنها معها، لكن هذه هي الحقيقة التي هي موجود. ما وجود حفتر في المشهد لا الوجود له في المشهد ولا في الاتفاق السياسي، ولذلك يجب علينا أن نتحدث مع المبعوث الأممي بهذا المستوى بهذا الاتجاه. أما أن نتركه يتصرف ويفعل كما يريد فهو سيحقق أجندات هذه الدول، لن يحقق أجندات ليبيا، لأنه هو الآن مبعوث لهذه الدول وليس مبعوث من أجل حماية المدنيين ولا من أجل الإنسانية التي يتحدث عنها الآن. لماذا لم يتحدث عنها عندما كان معه سكرتير الأمم المتحدة في أول يوم حتى لا تحدث هذا الكم من الضحايا ولا يحدث هذا الكم من التدمير؟ كان يجب أن يتكلم عنها في بداية يوم 4 أبريل، وكان يجب أن يوقف ذلك المعتوه الذي أتى باغيا، ولكن هذا لا يحدث عندما انكسر المعتوه. طيب. ولم يتحقق له حلم الدخول، بدأت الآن عمليات المطالبة بوقف القتال وعمليات البحث عن الإنسانية. أين الإنسانية من الطائرات؟ وكيف دخلت هذه الطائرات؟ طيب. والأسلحة التي دخلت بدي أكثر من 1000 عربة وأكثر من 1000 مئات المدرعات، من أين وينها الإنسانية؟
والدخائر المصرية. طيب سيد عصام ابقى معي. سيد مروان درقاش ضيفي من صراطة، أهلا بك. يعني تواصل القصف، استهداف المواقع المدنية، استهداف المدنيين، يعني أطفال، نساء، هم ضحايا لهجمات ميليشيات خليفة حفتر على مواقع مدنية في العاصمة طرابلس، لم يسلم منهم حتى الحيوان. ما كيف تقييمك للموقف الدولي تجاه هذه العمليات المتكررة من ميليشيات حفتر بناء على تصريحات غسان سلامة التي جاءت بعد استهداف المطار المدني الوحيد في طرابلس مرتين، بعد استهداف مزرعة وحظيرة للخيول ومدرسة للفروسية في جدايم، بعض المواقع المدنية الأخرى في السواني وغيرها؟ نعم، واضح جدا أن الموقف الدولي أو موقف المجتمع الدولي أو أقدر أن أقول موقف الدول العظمى في هذا المجتمع الدولي الذي لديها مصالح في ليبيا هو موقف يعني أقرب إلى خليفة حفتر، مجرم الحرب خليفة حفتر، من حكومة الوفاق، رغم ادعائهم بأنهم يعترفون بهذه الحكومة كحكومة شرعية وأنهم يدعمون فقط هذه الحكومة. هذه مجرد أكاذيب ومجرد تصريحات دبلوماسية لا يعني لا ترقى إلى أي مصداقية، ليس لديها أي مصداقية. واضح جدا أن موقف الدول الكبرى في المجتمع الدولي سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو فرنسا أو حتى إيطاليا أو روسيا كلها في اتجاه تدعم عملية خليفة حفتر لاحتلال العاصمة، هذا الأمر بعد 60 يوما لا أعتقد أن عاقل يناقش فيه أو يتحدث عنه أو ربما يشكك فيه. لكن أيضا يجب أن يكون في أذهاننا أو واضحا للجميع بأن أداء حكومة الوفاق في إظهار موقفها للمجتمع الدولي ومطالباتها ويعني تأكيدها على القرارات الدولية الصادرة من مجلس الأمن وعلى قوانين الدولية الخاصة بالحروب والنزاعات أداء ضعيف جدا جدا، لا وجود لأي أداء قوي لهذه الحكومة، تضع المجتمع الدولي ودول المجتمع الدولي في موقف محرج أمام المنظمات الحقوقية وأمام شعوبها وأمام استحقاقاتها التي تدعيها. إذن الأمر يعني مشترك ما بين موقف مداهن ومشارك مشترك في الجريمة من المجتمع الدولي وأيضا موقف مخزي، أو لا أقول مخزي، أقول موقف ضعيف من حكومة الوفاق لا يرقى إلى مستوى الأزمة التي تعيشها ليبيا ولا طيب اليوم مستوى اليوم كان الأداء في الذي يقوم به الأبطال. نعم على الأرض هناك تصريح للناطق نعم باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق محمد القبلاوي، قال بأن الموقف الدولي ضعيف تجاه ليبيا وأن مجلس الأمن لم يتخذ أي مواقف تجاه جدية تجاه الأزمة الليبية، وقال بأن الولايات المتحدة تستطيع إذا ما تدخلت بشكل فاعل تستطيع الضغط على المؤسسات الدولية وخاصة مجلس الأمن الدولي في اتخاذ موقف جريء وجدي من الأزمة الليبية. البيانات والتصريحات التي تصدرها حكومة الوفاق ووزاراتها إلى الرأي العام الداخلي لا تغني ولا تسمن من جوع، هذا الأمر واضح. يعني ما الفائدة من بيان يصدره المجلس الرئاسي باللغة العربية وينشره في وسائل الإعلام الليبية؟ هذا البيان لا ينفع لأنه لا يصل إلى الرأي العام الدولي. يجب إذا أردنا بالفعل أن يكون هناك تأثير لمساعي الحكومة أو مجهودات الحكومة أن يكون الخطاب للمجتمع الدولي، للرأي العام الدولي، للمنظمات الدولية، لمحكمة الجنايات الدولية، لمنظمات حقوق الإنسان، لمجلس الأمن، للأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، وكل هذه المنظمات يجب أن يكون هناك خطاب قوي، هناك تواصل قوي من الحكومة إلى هذه المنظمات. ولا يكفي مجرد تصريحات أو مؤتمرات صحفية تنشرها الحكومة على وسائل إعلام محلية باللغة العربية ولا تصل إلى المجتمع الدولي، لأن عندنا احنا البعثة الأمم المتحدة هي متضامنة مع المعتدي ولذلك لن تقوم بإيصال مثل هذه المواقف المحلية إلى الرأي العام الدولي. إذا موقف الحكومة أيضا ضعيف، موقف لا يرقى إلى مستوى الأزمة، لذلك ليس
يعني العيب او لا 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 نلقي اللوم فقط على المجتمع الدولي، ايضا هناك لوم يلقى على حكومه الوفاق وعلى وزاره الخارجيه بشكل خاص وكل اللجان التي يمكن ان تتواصل مع المجتمع الدولي، مع منظمات المجتمع الدولي، ايضا مع الدول، حتى على الدول بالانفراد، يعني التواصل مع الدول الكبرى مثل روسيا، مثل ايطاليا، مثل المانيا، مثل الولايات المتحده الامريكيه. يعني كان هناك في زياره لاحمد معتيق في الولايات المتحده الامريكيه، كان لقاءاته على مستوى منخفض جدا، مجرد مجموعه من اعضاء الكونغرس، وبالرغم ان هذه الزياره ضعيفه ولا تاثيرها كان ضعيف، الا ان راينا بعد هذه الزياره كيف وجه اعضاء من الكونغرس الامريكي رساله الى وزاره الخارجيه الامريكيه تطالب وزير الخارجيه باصدار موقف رافض ويعني مطالب بايقاف الاعتداء على طرابلس، وهذا جاء من زياره وحده، زياره يعني تعتبر ضعيفه، فما بالك لو استطاعت حكومه الوفاق ان تزيد من جهودها في الولايات المتحده الامريكيه. ما يعني سفيرتنا في الولايات المتحده الامريكيه لا وجود لها على الاطلاق، ليس لها اي جهود لتبيين هذه الجرائم ولا لاظهار هذه الحقائق للراي العام الامريكي. المطلوب الان من حكومه الوفاق الوطني ووزارة الخارجية، ممثل الأمم المتحدة، ممثلها في الأمم المتحدة، سفيرها في الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية، أن يخرج في وسائل الإعلام الأمريكية ليخاطب الرأي العام الأمريكي ويقول لهم أن حكومتكم تدعم مجرم حرب يحمل الجنسية الأمريكية. هذا واضح أستاذ مروان، سيشعل الرأي العام الأمريكي، خاصة أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية سيواجه انتخابات رئاسية. سنعود لهذا الموضوع، ابقى معي سيد مروان درقاش. أعود لضيفي هنا في الاستوديو سيد محمد ناس. ربما في جانب آخر من التطورات العسكرية على الأرض سيد محمد، وله علاقة أيضا بالجانب الدولي والموقف الدولي من الأزمة الليبية، هو موضوع استهداف المواقع المدنية، وأشد تلك العمليات عمليات استهداف خطورة ربما هي استهداف المطارات المدنية، والمطار المدني الدولي الوحيد في العاصمة طرابلس مطار معتيقة تكرر استهدافه مرتين متتاليتين في وقت كانت تربط فيه طائرات تستعد للإقلاع وهي ممتلئة بالركاب المدنيين. كيف تعلق على مثل هذه العمليات، ولماذا لم تجد قوات الجيش حتى الآن أي رادع ربما لإيقاف هذه العمليات؟ بالنسبة للطائرات الإلكترونية، هذه هجمات يعني حرب إلكترونية. هذه الطائرات الإلكترونية هذه تسير وسبق أن شرحناها على القناة المباركة، هذه تسير بغرفة عمليات موجودة في الأرض. كانت هذه الغرفة موجودة في الجفرة، وذكرنا أكثر من دليل على ذلك بتصريحات من ناس مسؤولين. ثم تمكن الطيران السلاح الجوي الليبي بضرب تلك الغرفة فتعطلت لحوالي 10 و12 يوم ما اشتغلت. جيد. فهو من حوالي 4-5 أيام عادت الهجوم مرة أخرى، أو من أسبوع. نعم صحيح. أذكر أن أحد، طبعا كثيرين يتابعوا في تحليلاتي على الفيسبوك على القناة هذه، قالوا لي أن تقريبا الغرفة نقلت إلى ترهونة، من الجفرة إلى ترهونة، وبعضهم قال أنها موجودة في شرق ترهونة في المنطقة الواقعة ما بين ورفلة وترهونة. قد يكون هذا الكلام صحيح، لكن السؤال ما دور الاستخبارات العسكرية ودور الأمن الداخلي اللي هي المباحث العامة في البحث عن هذه الغرفة؟ لماذا لا تنشط عناصرهم في المناطق المشتبه فيها وتكتشف هذه الغرفة؟ لماذا لا يتصلون بالدول المختصة المتقدمة في الحرب الإلكترونية، مثلا حتى الجزائر؟ نعم. الجزائر تصنع الطائرات الإلكترونية هذه ومداها حوالي 900 أو 1000 كيلومتر، وكذلك تركيا. لا أحب أن أتطرق لأسماء البلدان، لكن على المستوى الدولة نحن عيبنا زي ما قال السيد درقاش، عيبنا في قيادتنا السياسية. أين وزارة الدفاع؟ أين رئيس تركان؟ الآن أكثر من 60 يوم من القتال، هل سمعت وزير الدفاع رئيس تركان طلع خاطب الجمهور، رفع معنويات الناس، رفع معنويات المقاتلين، أعطى بسطة أو ملخص عام للموقف العسكري حتى يفهمه الناس باعتباره مرجعية مباشرة؟ لم نشاهد ذلك، لأن في الأصل ما فيش حاجة ما وزارة الدفاع في الوقت الحاضر للأسف الشديد يعني. نعم. وزير الدفاع هو نفسه، هو نفسه، وهو لا علاقة له بهذا الشأن ولا يفهم فيه شيئا. نعم. يعني ممرض يصلح فيه المطار، يعني ما تجيش كلام هذا بكم. نعم.
فهمت؟ فهذا للأسف الشديد. بالنسبة لهذه الطائرات طبعا ياخذ وقت من السلاح الجوي لاستمكان غرفة العمليات، لأنك إذا لم تضرب غرفة السيطرة متاعها لا تستطيع. وطبعا الفرنسيين لهم علاقة بالخبراء الفرنسيين لهم علاقة بمراقبة هذه الغرف، وكذلك الفنيين المصريين والإماراتيين موجودين هم الذين يشغلون هذه الغرف، ليسوا عناصر عفتر. فإذا لم يستمكن المكان مرة أخرى ويضرب فتستمر هذه الطائرات. لكن أريد أن أطمئن الناس أن هذه الطائرات لا تحسن معركة، لا تخفض معنويات، يعني جيف اللي تضرب صاروخ هنا قنبلة غادي ولكنها لا تؤثر. الميدان تحسمه المدفعية والدبابات وجنود المشاة وأبطالنا المغاوير الذين يقاتلون، هم الذين يحسمون المعركة. أما الطيار لا يحسم. الطيار الفعلي الذي ممكن يأثر في المعركة اللي هو طيار النفات الميج 23 والميج 21 والسخوي وكذا، هذه لم نرها في السماء. ليس حفته لم يعد يملك منها الكثير لكي يحسم بها المعركة. وهذا فلذلك يجب على الناس ألا يخافوا من هذه الطائرات التي تخرج ليلا، لكنها تستطيع أن تضرب. تستطيع أن تروع حتى مقر الحكومة مثلا في أبو ستة في اسمها في طريق السكة تقدر تضربه. ولذلك لابد أن تتحرك الحكومة بفاعلية باعتبارها تمثل وزارة الدفاع ورئيس الأركان لإيقاف هذه الظاهرة. واضح جدا. يعني طيب أنتقل لضيفي من اسطنبول سيد عصام الزبير. سيد عصام، هناك خبر متداول بخصوص اجتماع دعا له رئيس مجلس الدولة خالد المشري. هذا الاجتماع قيل بأنه مع وفد رفيع المستوى من مسؤولين أوروبيين سابقين وربما شخصيات أوروبية ومسؤولين في منظمات حقوقية دولية. يعني هذا الاجتماع لا زال يكتنفه الغموض ربما، ولكن سرعان ما انطلقت الألسنة لتخون من يقوم على هذا الاجتماع ظنا منهم بأن هذا الاجتماع جاء بدعوة غسان سلامة وأنه برعاية الأمم المتحدة. كيف تعلق؟ أنا عندي معليش أسف عندي نقطة أريد أن أوضحها إن شاء الله الأستاذ نعاس. نعم. هي لما وقف الطائران لمدة 10 أيام لماذا لم يتم التقدم ولماذا لم يتم استغلال الفرصة فيها في ذلك؟ هذه أنا النقطة يجب أن يعرضها على الناس لأن الناس محتاجة لها هذه النقطة بالذات. طيب سنعود للأستاذ محمد بعدين إن شاء الله يجاوب على النقطة هذه. طب. بالنسبة للاجتماع أنا أقول لك مشكلتنا بدأت كل شيء يأتي يتم فيه التخوين، يتم فيه عرض أي شيء مخالف لي أو النقد، بدأنا ننتقد كل شيء. حتى أعتقد أن عندما زار خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة أمريكا فكان فيه في البداية عمليات لعملية أنك شم ماشي شن يدير شم وأمريكا مع حفتر. أنت لابد أن تطرق كل الأبواب. نحن حقيقة أقول لك بصراحة أي وفد يجي المفروض تفتح له الأبواب ويتم التعامل معه. أنت عندك حكومة ضعيفة حتى تو احنا نطالب في المجتمع الدولي، شو تطالب فيه المجتمع الدولي؟ أنت لم تأخذ أي موقف مع سفارتك في السعودية ولا سفارتك في الإمارات ولا سفارتك في مصر ولا سفارتك في فرنسا، لم تأخذ أي موقف ولم تتحرك سفارتك في أمريكا ولم تتحرك في الدول الاسكندنافية التي تعني بحقوق الإنسان وبالإنسانية. أنت ما تديرش في مواقف وتطلب الدول تدير مواقف. يا ناس انتم كم تضغطوا على اللي عندكم داخل، الناس اللي جايينكم من برا قد يساعدونكم، لماذا تضيعون الفرص؟ هؤلاء ياتين من دول ليست كلها تؤيد حفتر، ياتين من اليونان، ياتين من فرنسا، من مالطا، من الدنمارك، من المجر، من المانيا، من البرتغال، من المملكه المتحده، من بولندا، من قبرص، من تركيا، من البوسنه. احنا كيف نضيع فرصه تجيك؟ هذا ما بيعتبروا كوكتيل من أجل أن يكون مثل لجنة رصد الحقائق. أنت المفروض تكون معاهم وتكون توجد باش تبينهم حقائق موجودة صارت، انتهاكات صارت، وإحنا ما عندناش مشكلة انتهاكات حتى حفتر ساعدنا فيها، راه يكون في العلم لأن دارها أنا توا قريبة قاعدة حتى أثارها موجودة، فهذه ساعد حتى إحنا ساعدنا في عملية إيصال ما وجد على الأرض من أحداث انتهك فيها حق الإنسان وانتهك فيها حتى الممتلكات وانتهك فيها كل حتى حق الحيوان كما تكلمنا حساكم انتهك، وحتى الطفل الذي قتل انتهك حقه في الحياة. ولذلك احنا موجودة عندنا الأشياء هذه، ما علاش بخافوا؟ لماذا الخوف؟ احنا بخافوا لما يكون واحد مثلا جايك ممكن ينحاز
لكن لما تكون مجموعة حتى ولو أتت سيكون فيها بعضا منها سيحرك الترس الذي يأتي بعكس ما كان عليه الآخرين إذا أرادوا أن يخون، لأن الملفات موجودة والقضايا موجودة. نحن المفروض عندما نتكلم ونتكلم بصح وبصح، أين ملف المحكمة الجنائية وزارة العدل؟ أين وقفت به؟ أين ذهبت به؟ أين ملف الوفلي وماذا فعلت فيه؟ أين ملفك ضد حفتر وماذا فعلت فيه؟ هذا المفروض نتكلم، ونتكلم على الخارجية. وين أنت المكاتب اللي هي السفارات والقنصليات اللي استخدمتها في إظهار حقيقة ما يجري داخل ليبيا؟ هذا اللي نتكلم عليه، مش نجوا لي أجانب نقعد نصد ونخلوا اللي مننا. والله أنا حقيقة أرى شيء غريب حتى طيب. اليوم مع لما تجي ترجع معلش النقطة هذه، لما تجي ترجع اليوم للجارديان وتلقى فيها الجارديان معناها صحيفة عريقة إنجليزية معروفة، تلقى فيها كلام معناها يوجه بالتغيير، يقول لي واحد بعد 60 يوم جو باهي، بعد 60 يوم جو عرف الموقف. أنت حتى بعد 60 يوم ما تبيمش جو، أن تعرف أخيرا أن تلتحق أخيرا خير من أن لا تلتحق. تبوم ديما يولوا عدانا نقعد احنا نتحاربوا احنا وياهم. طيب احنا المفروض ناخذوهم ونعاونوهم ونساعدوهم ونبين لهم الحقائق بس نكتسبوا منهم الطريق. اليوم الجارديان عندما تتكلم وتقول ان الاداره الامريكيه تدير ظهرها لحفتر وتعيد التفكير في سياستها في اتجاه ليبيا، هذا شيء ايجابي لنا. حتى اشاعه حفتر وما تحدث عنه وزياره انا اعتبرها زياره بعتيق زياره قويه حقيقه، معلي استاذ مروان اقولها لك بصراحه، حتى عندما تأتي إلى الخمسة الذين يقدمون رفع قضايا وتجتمع بهم وتعطي انطباع بأن الدولة الليبية مهتمة بهذه القضية وتعطي انطباع بأنك أنت متجه لها. رأي أمريكا مش أي رئيس يزورها، مش أي رئيس تجتمع به، مش أي شيء. أمريكا قوة صحيح عظمى، ولذلك هي لا تتعامل مع كل الأطراف بنوع من التبادل المصلحة، تتعامل خاصة في عهد ترامب القوي مع الضعيف مع العبد والسيد. هذا ما تتعامل به، وعندما طيب. يتعاملوا معك الكونغرس ويتعامل معك اطراف، معناه هذا شيء ايجابي في ظل هذه الحكومه الضعيفه وفي ظل وزاره الخارجيه الميته، انا اعتبرها خطوه كبيره حقيقه. طيب سيد مروان درقاش من مصراتة، كيف تعلق على هذه الانباء المتداوله عن اجتماع في المهاري تقريبا بدعوه من مجلس الدوله؟ يشاع بأن هذا الاجتماع هو بدعوة من غسان سلامة، ولكن ما ورد حتى الآن وما تأكد بأن هذه الدعوة هي من مجلس الدولة ومن خالد المشري رئيس المجلس. كيف تعلق، ويعني هل لمثل هذه اللقاءات وهذه الوفود الرفيعة التي تزور وتطلع على الحقائق، هل سيكون لها دور في ملاحقة حفتر والدول الداعمة؟ إذا كنت تقصد يعني الاجتماع الذي سوف يعقد في الغد في فندق المهاري لبعض مؤسسات المجتمع المدني، فالموجود في الأخبار أن بعثة الأمم المتحدة هي من دعت إلى هذا الاجتماع وليس مجلس الأعلى للدولة، وإنما ما دعا له مجلس الأعلى للدولة هو فريق من المنظمات الغير رسمية في الاتحاد الأوروبي، دعا هذه المنظمات للقدوم للوقوف على الأوضاع الإنسانية في طرابلس وتقييم الأوضاع الموجودة في العاصمة طرابلس. أعتقد بأن كل دعوة تأتي من بعثة الأمم المتحدة هي دعوة مشبوهة، دعنا نقول هذا بشكل واضح. فما خبرناه عن هذه البعثة أنها تسعى بكل جهدها لترسيم وقف إطلاق النار على الوضع الحالي، يعني إعطاء صك براءة للمعتدي على طرابلس وإعطاء شرعية للاحتفاظ بالمواقع التي قام باحتلالها والسيطرة عليها من خلال هذه العملية الخسيسة الحقيرة التي اعتدى فيها على العاصمة طرابلس. كل الجهود التي تقوم بها البعثة وما يقوم به المبعوث الخاص للمتحدة في هذا الإطار هي جهود مشبوهة وتصب في صالح خليفة حفتر وليس في صالح العاصمة وليس في صالح حكومة الوفاق ولا في صالح تيار الدولة المدنية في ليبيا. لذلك يجب رفض أي دعوة تقوم بها بعثة الأمم المتحدة. الآن بعثة الأمم المتحدة مطلوب منها شيء واحد في ليبيا، هي إدانة العدوان على طرابلس. إذا لم تقم بعثة الأمم المتحدة بإدانة العدوان على طرابلس فكل ما يأتي منها هو مرفوض، يجب أن يرفض أي شيء يأتي من بعثة الأمم المتحدة حتى تقوم بإصدار بيان يدين هذا العدوان ويدين من قام بهذا العدوان.
نعم. أما تركها تعمل في طرابلس وتقوم بهذه الاجتماعات ودعوة أناس لا ندري عن انتماءاتهم ولا عن المشاريع التي يقفون وراءها ولا الأجندات التي تقوم بتوظيفهم لإرسال رسائل خاطئة للمجتمع الدولي، فهذا الأمر يجب أن يقف. وأنا هنا أتوجه إلى وزارة الداخلية بشكل خاص، يجب إيقاف مثل هذه الاجتماعات المشبوهة، خاصة أنها لا تصب في صالح العملية العسكرية. نحن الآن في حالة حرب، وكل ما يعني يتم والغرض منه ضرب هذه العملية العسكرية أو زعزعة الجبهة الداخلية أو زعزعة خطوط المقاتلين فيجب اعتباره عمل غير قانوني. أستاذ مروان، ويجب إيقافه بشكل حازم. أستاذ مروان، ربما لتوضيح الصورة واللبس الحاصل حول الاجتماع الذي هو مع منظمات مجتمع مدني، والاجتماع الذي قيل بأن دعت له الأمم المتحدة مثل ما تفضلت حضرتك. تنضم إلي عبر الهاتف عضو مجلس الدولة سيدة آمنة مطير. سيدة آمنة، أهلا بك. بداية لو توضحي لنا ما حقيقة هذا الاجتماع، ومن الذي دعا لهذا الاجتماع، وما الهدف؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مجلس الدولة برئاسته ورئاسة من السيد خالد مشري دعا إلى لجنة تقصي حقائق أن تأتي إلى ليبيا وتأتي إلى طرابلس لمعاينة الحقائق ومعاينة جرائم حفتر من أرض الواقع. وغدا، وطبعا هذه اللجنة كان من المقرر ستأتي في المنتصف من الشهر، ولكن عندما قصف المطار وكثرت الانتهاكات جاءت هذه اللجنة. ستأتي غدا هذه اللجنة. هذه اللجنة سيكون لها لقاء مع عمداء بلديات طرابلس الكبرى ومدينة غريان فقط لا غير، وكذلك مع مجموعة بسيطة جدا من منظمات المجتمع المدني. هذه اللجنة جاءت بناء على طلب من المجلس الأعلى للدولة، ولم تأتي بناء على طلب من السيد غسان سلامة. هذا شيء. وشيء آخر، وستقابل هذه اللجنة، ستقابل السيد رئيس المجلس والسيد رئيس مجلس الرئاسي والسيد فتحي بشاغة وزير الخارجية وزير الداخلية. فلهذا هو وزير الداخلية. نعم، كثر الحديث عن هذه اللجنة وتشتيت جهود المجلس الأعلى للدولة لتوضيح الحقائق للجنة تقصي حقائق جاءت مخصوص لتقصي الحقائق وأخذ الحقيقة من أرض الواقع، فهو خطأ وهو مرفوض، ويفترض بالجميع توحيد الجهود وإنجاح هذا اللقاء غدا. نعم سيدة آمنة، إذن نعم المهم الآن هو يعني إذن أنت تؤكدي بأن هذا الاجتماع هو اجتماع للجنة لتقصي الحقائق، لجنة دولية لتقصي الحقائق، وليس اجتماع بدعوة من الأمم المتحدة، وهي لجنة أتت بدعوة من مجلس الدولة. نعم نعم، وأقول هذا الكلام وأشدد عليه، لأن هذه الحقيقة المطلقة بخصوص هذه اللجنة. هل صحيح بأن غسان سلام غسان سلام قيل بأنه سيكون له كلمة ربما أو مشاركة في أحد اللقاءات لهذه اللجنة؟ إذا سيحضر غسان سلامة سيحضر على أن ليس لأنه مدعو، ليس لأنه مشارك رئيسي، ولكن لأنه رئيس بعثة الأمم المتحدة المبعوثة لليبيا. يعني سيحضر مثله مثل أي واحد من الحضور، وليس كشاهد أو وليس كمسؤول رئيسي في هذه اللجنة. هذه اللجنة تتكون من أخصائيين وإعلاميين دوليين بعيدا عن الأمم المتحدة فقط لا غير. فلهذا عمداء بلدية طرابلس الكبرى وعميد بلدية غريان الشرعي وهو المنتخب هم من سيكتون بكلماتهم، وهم من سيناقشون هذه اللجنة، ولن يناقشها أحد غير هؤلاء. نعم، وهم من سينقلون الصورة تقصدين سيدة آمنة؟ طبعا هم من سينقلون الصورة، وطبعا أكيد هم أعدوا الصورة التي سينقلونها، وأعدوا الانتهاكات التي يقوم بها حفتر وقواته وميليشياته على حدود طرابلس، على تخوم طرابلس وما يحدث في ليبيا عامة. نعم، وضحت الصورة سيدة أمنة مطير. إذا كان لديك أي شيء بهذا الخصوص، بخصوص اللجنة لإضافته؟ أتمنى من الجميع
عند نقل أي معلومة توخي الحذر يفترض بهم الاتصال بأي أحد من مجلس الدولة أو الاتصال باللجنة المعدة لهذا التنسيق من مجلس الدولة. نعم. يفترض بهم السؤال، فالسؤال كان يكلف الجميع المصداقية، وكان يكلف الجميع كذلك تحري المعلومات الصحيحة، ولا يكلف الجميع. يعني لو لا قدر الله اللجنة غدا تأتي ويأتي جموع من المعارضين وتفشل هذه اللجنة، ماذا سنكون؟ هم يقولون مدينة ميليشيات، ويقولون مدينة داعش، ويقولون مدينة، ويتهموننا باجتهامات قاتلة، ونحن نفصل هذا الاجتماع. فهذه كارثة كبرى، يفرض بالجميع توخي الحذر في هذه، ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم سدى. نعم، آمنة مطير عضو المجلس الأعلى للدولة، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. سيد محمد النعاسي، إذا كان لديك تعليق على هذا الاجتماع المرتقب والمعلن عنه، وهو يأتي في إطار ربما الموقف الدولي، هناك غياب للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة. السيدة آمنة مطير أكدت بأن هذه لجنة تقصي حقائق دولية محايدة لا علاقة لها حتى بالأمم المتحدة. أنا أريد منك تعطيني شوية وقت، يعني لأن عندي كثير من المواضيع الثقيلة. نعم. جايبها لك اليوم. نعم. لكن يبدو أن الوقت ما يكفيش. نعم نعم، هو يعني تداخل الموقف الدولي مع الموقف العسكري والإنساني. نعم. هذا هناك مثل عربي قديم يقول: ويل للشجي من الخلي. الشجي هو رجل مهموم. نعم. اللي يأخذ الأمور على محمل جد، لكن التافه اللي قلبه فاضي من مشاكل وكذا يصبح عبء على هذا الشجي، فيقولون العرب قالت: ويل له من ذاك الخلي. نعم. نحن الآن يوميا نودع كوكب الشهداء، ندفن أولادنا الذين يموتون في الميدان، وكذلك مستشفيات تغص بالجرحى. نعم. وهؤلاء المتفلسفون في الفندق المهاري ولا غيره ولا غيره يضيعوا الوقت في الكلام الفارغ هذا. نحن الآن في حالة حرب، في حالة نفير. كل الأقوال والأفعال. نعم. والإمكانيات. نعم. والتجهيزات يجب أن تكون في خدمة الحرب. ما يقوم به هذا ما يسمى المجلس الأعلى، هذا لا يفيد ليبيا في أي شيء، لأنه هو أصلا جسم استشاري لا قوة له على الإطلاق. نعم. وأنا كنت أحد مستشاري اسمها فرق الحوار في بدايتها، ثم انسحبت، وعارف اللعبة هذه كلها. هذه ناحية. نعم. الناحية الثانية يا سيد الفاضل، أن هذا الصراع الذي نخوضه أشعله الكبار. نعم. لم يشعله الليبيون. الليبيون على رأسهم حفتر هم أداة لأجراء من العرب، والعرب أجراء لدول كبرى. نعم. ولكن أنا أقول لك مثال. البعض يقول لك أن وجود لجنة دولية مكونة من شخصيات دولية يعني لها صيتها ومعروفة سيخدم القضية الليبية، ولو كان إعلاميا، ولو كان يعني سيخدم قضية طرابلس وقضية ليبيا. من حوالي في بداية رمضان تقريبا كانت مجموعة 7 أعضاء من الكونغرس طالبوا الإف بي آي، رئيس الشرطة السرية الفيدرالية، الاستخبارات الفيدرالية، بوليس الاستخبار الفيدرالي الأمريكي، باستدعاء حفتر والتحقيق معه. قالوا: هذا مواطن أمريكي يحمل جنسية أمريكية، لا يحق له شن الهجوم في ليبيا. هل فعلوا شيء؟ هل ما تقوم بهذه هذه المنظمة أو لجنة تقصي الحق هل تثير شيء؟ إذا كان البؤرة الأساسية اللي هي الولايات المتحدة قالت أن هذا مواطن أمريكي شن حربا في ليبيا. نعم. وطالبوا باستدعائه، في أوضح من هذا الكلام؟ هذا عبارة عن تضييع وقت، يعني زي التقارير التي يقدمها سلامة الكل يلوم فيه وكل يسب فيه، وأنا أعتقد أنهم يظلمون هذا الرجل، لأن هذا الرجل لا مخالب له ولا أسنان. هذه بعثة يونس ميل، القرار إنشائها لا يمكنها من اتخاذ أي قرار إيجابي، وهذا موجود وشرحناه من حوالي سنتين. نعم. على هذه لما فضلك فيه أمور أمور خطيرة جدا. نعم. ربنا لازم تبيانها. نعم. يعني نعم سأعود باش ما نعدوش. طيب أحاول تقسيم الوقت. أرجوك. سأعود إليك أحاول أن أخصص لك بعض الوقت قبل أن أنهي الحلقة. سيد محمد سأعود إليك. سيد عصام، كيف تعلق على ما تفضلت به السيدة آمنة مطير حول هذا اللقاء مع لجنة تقصي الحقائق؟ أنا أظن في نفس الكلام، كنت معها وأنا تابعت هذا الأمر واطلعت عليه، وحقيقة هذا الذي هو موجود. أما الذي أختلف فيه فأي لجنة تأتي يجب أن يتم العرض، قد لا تأتي أمامك الظروف الآن لكن بعد مدة قد تحدث لك الظروف. عرض ماذا؟ عندما تترك أي عرض قضيتك لابد أن تعرضها، لابد أن تعرض قضيتك. نعم. أنت
كيف ما تعرضش قضيتك وتقول لي احنا قاعدين نعانوا الان من مشكله ان في متطرفين بيناتنا، احنا قاعدين نعانوا من تشويه، ولذلك ان نبتعد عن اظهار الحقيقه وندخل الناس في تبيان الامور هذا يعتبر راهو شيء راهو ليه اشكاليه راي كبيره. راي احنا حتى عندنا عمليه اشكاليه، حتى ناسنا شبابنا المقاتلين راهو مش كل شيء سلاح، راهو السلاح عمره ما يتم حتى معركه اذا لم يكن مدعوما سياسيا ومدعوما اعلاميا. خلونا واقعيين، لابد نمشي في كل المسارات. واحنا علاش تو الان نعانوا من اشكاليه؟ لان اشكاليتنا علاش ننتقد في الحكومه؟ لان ضعف الاداء السياسي هو اللي مأثر فينا، حتى ضعف الاداء الاعلامي، ما عندناش الا قناه ولا اثنين هي اللي تناول في هذه الامور. بشكل صحيح بشكل اتجاه متاع مرابطين. طيب اذا ترى بان من الايجابي وجود لجنه لتقصي الحقائق واستقبالها وعرض الحقائق؟ ضروري 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 جدا. طيب. في بعض القضايا وقفت حتى في العالم من هذا. هي مش قضيه اللجنه يا استاذي، هي قضيه الضعف في الاداء السياسي، انك انت لابد تتابع اللجنه، لابد ان تصر. طيب سيد عصام، لكن عندما لا تصر على ظهر قضيتك وبعدين تقعد تلومني في اللجنه، واضحة الفكرة. علاش حتى المحكمة الجنائية الدولية موجودة؟ ما هو حتى لما تجيني الناس نعرض عليها هذه القضايا، ممكن هذه القضايا تعرضها على المحكمة الجنائية. واضحة الفكرة سيد عصام، خلينا نمشي للأستاذ مروان معذرة أستاذ عصام. أستاذ مروان، السيدة آمنة مطير ربما وضحت الصورة أكثر حول هذه المسألة والاجتماع اللي صاير عليه لغط كثير في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية. تفضل. للأسف يعني توضيح متأخر دائما تعودنا عليه من الحكومة ومن جميع السياسيين في ليبيا. للأسف تعاطيهم الإعلامي والتواصل مع الرأي العام الداخلي هو سيء للغاية. يعني بعد أن تنتشر الشائعات وبعد أن تنتشر المعلومات الخاطئة يخرجون لتفنيد هذه المعلومات. كان ينبغي على مجلس الأعلى للدولة أن يطلع الرأي العام في ليبيا عن مثل هذا الاجتماع قبل أن تصدر مثل هذه الشائعات أو هذه الأخبار غير صحيحة. على كل حال، هذا الضعف في التواصل مع الرأي العام الداخلي هو نفسه ما يعني تحدثنا عنه في كضعف في التواصل مع الرأي العام الدولي. لا، يعني هناك قصور واضح في عمل الإعلامي وعمل التواصل، أو يعني خاصية التواصل لهذه المجالس وهذه الوزارات مع الرأي العام الداخلي والرأي العام الخارجي. ولكن ما زلت أنا أقول يعني وأشدد بأن أي شيء يأتي عن طريق بعثة الأمم المتحدة هو أمر مشبوه حتى يتم إدانة هذا العدوان. أما يعني دعوة بعض لجان تقصي الحقائق والاجتماع مع بعض مؤسسات المجتمع المدني التي لها مجهودات في التعامل مع هذه الأزمة فهو أمر جيد، ولكن كما قلت كان ينبغي على المجلس الأعلى للدولة أن يعلن عن ذلك بنفسه وأن يوضح للرأي العام الداخلي والخارجي مثل هذه الاجتماعات حتى لا يحدث هذا اللغط ولا تحدث مثل هذه الفوضى. والحمد لله أن تداركنا الأمور قبل يوم الاجتماع، وإلا لربما وجدوا الكثيرين بسلاحهم أمام فندق المهالي. يعني ترى هذا يعني ترى من الضروري الالتقاء مع مثل هذه اللجان أن توصل هذه الرسالة يرجو من السيدة آمنة أن توصل هذه الرسالة للسيد خالد المشري. يعني حاولوا أن تتعاملوا مع جمهوركم الليبي ومع شعبكم الليبي بعقلية الناس العاقلين. يعني نحن ناس بالغين، لسنا أطفالا ولسنا مراهقين حتى تتركونا آخر من يعلم بمثل هذه المعلومات. يعني تحاوروا مع قاعدتكم الشعبية، تواصلوا معها، كونوا أول من يطلعها عن مثل هذه الفاعليات، ولا تأتوا متأخرين لكي تفندوا الشائعات أو تفندوا الأخبار غير الصحيحة. نعم واضح جدا. طيب سيد محمد، يعني ذكرت بأن عندك بعض النقاط تريد أن تتحدث عنها. نعم فضل. قلت لك يا سيد الفاضل أن هذا الصراع الموجود في ليبيا صراع جهوي، هم يسموا فيه ريجنال كونفليكت، يعني فما يوقده الكبار ويطفئه الكبار. اليوم في دخلت على موقع روسيا اليوم، جابت يعني ملخص لمقال منشور اليوم في صحيفة الجارديان، ذكر فيه لأول مرة حقائق واضحة جدا. قال بأن حفتر قبل أن يبادر بالهجوم تحصل على موافقة من كل مستشار الأمن القومي اللي هو بولتون ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية اللي هو ترامب، ولكن اشترطوا عليه أن تكون العملية سريعة، فهو وعدهم بتكون العملية السريعة للسيطرة على طرابلس. الآن اليوم
مع تعثر العملية الآن أحبط مستشار الأمن القومي اللي هو السيد بولتون وكذلك الرئيس الأمريكي، فالآن سلموا الموضوع للخارجية اليوم بالذات. فهمت؟ الآن سحب من يد بولتون الذي أعطى الضي الأخضر لحفتر لكي يستولى العاصمة. أرجوك ركز في الموضوع هذا السادة المشاهدين اللي يقرأوا ما وراء السطور، دعنا من الكلام النظري الذي لا يركز على لا يضع نقاط الحروف. وكذلك اليوم بومبيو استلم الملف الليبي في يده وسوف يتصرف. الآن كل من بولتون وترامب بعدما أعطوا المدة هذه أكثر من 65 يوم لحفتر لكي يستوعب طرابلس صار لهم إحباط، علموا أن حجمه ووزنه وقوته لا 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 تصلح للقيام بالعملية. نعم. فالآن سيعالجونها على المستوى السياسي. طيب اليوم الكونغرس الأمريكي اليوم عاد نقد رئيس الولايات المتحدة اللي هو السيد ترامب وقال له التصرف الولايات المتحدة في الملف الليبي لا يليق بالولايات المتحدة ويجب أن نتخذ مسارا سياسيا فاعلا. نعم. فالآن هم يبدو أنهم يتجهوا طيب. إلى هذه ناحية. نعم. فهمت كيف؟ رجال لو سمحت لأن الوقت انتهى. ما هو هذا قلت لك أن في مواضيع مهمة نعم جدا توضيحها إيه توضيحها في مواضيع لابد أن نفهم طبيعة الصراع. نعم. الحكم على ميحة الشريف في ليبيا من الزاوية القانونية الصرفة نعم. أو من الزاوية السياسية الصرفة لا يوصلك إلى فهم الحقيقة نعم. لابد أن تفهم المشهد من فلسفة الصراع نفسه، طبيعته، من يدير هذا الصراع، من يحرك خيوطه، من يحرك لعبة التوازن القوى في ليبيا. أوه. هذه الحقيقة يعني نعم. لكن للأسف شديد الوقت نعم. كثير من الأمور كنا بنتكلم فيها نعم. نعم. شكرا لك سيد محمد النعاس الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا لضيفي من اسطنبول سيد عصام الزبير الصحفي والإعلامي والمحلل السياسي أيضا من مصراتة سيد مروان الدرقاش، وأعتذر منكم على ضيق الوقت، المواضيع والمحاور كانت ساخنة نوعا ما. شكرا لكم، شكرا لكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم ودام الوطن في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.